وراح تكون أول مشاركة لنا من تاريخ 19 إلى 25 بطولة الخليج للناشئين تحت 18 سنة، وهذه أول بطولة بعد رفع الإيقاف شيء رسمي، راح نشوف علمنا هناك مرتفع وراح نستانس بالشيء هذا. عندنا بطولة شهر 10 أواخر 10 هي للرجال، وراح الكويت راح تستضيف هذه البطولة وراح تكون هنا بديرتنا على الصالة الرئيسية اللي مالت الله يرحمه الشيخ سعد العبد الله مالت التجمع مالت الصالات. هذه راح تكون هاي أول بطولة كذلك خليجية بالنسبة لك، بطولة خليجية على مستوى عالي حق تكون في الكويت. عندنا طبعا كان مقترح يعني كتاب من الاتحاد الدولي في بطولات قارية، فكان هناك اقتراح من حتى من الإخوان ورحبوا بالشغلة هذه. احنا راح نستضيف ان شاء الله طبعا بعد موافقة الهيئة ودعم الهيئة بطولة تحت 18 سنة تقريبا 24 دولة بطولة أسوية وراح تكون بالكويت. عشان نلحق اللي طافنا لابد ان نزيد من عدد البطولات، نشارك كثر ما نقدر في البطولات خارج الكويت.